حب اللحظة قوي دي بتاعت يوم الحد. في الفيديو النهاردة هقولك ازاي تقدر توصل لأي واحد من المشاهير اللي انت عايزه. طبعا في ناس اول ما بتسمع كلمة مشاهير بيتجنن، يقولك مشاهير مين ده اصلا عشان انا احاول اوصل له؟ انا عندك حق 100%، هو بني ادم زيه زيك. انا بشوف اي حد من المشاهير بني ادم زيه زي اي حد، بس الفكرة ان انت في اوقات بيبقى عندك مثلا موهبة معينة او فكرة معينة، فانت عايز حد يكون وصل في مكان معين يعرف يساعدك ان انت توصل الموهبة بتاعتك او الفكرة بتاعتك. فانا النهارده الفيديو مش عامله عشان اقولك ازاي توصل للمشاهير عشان تبقى زي المشاهير وتصاحبهم، لا، اللي خلاني افكر في فكره الفيديو ان في ناس، يعني ده اللي انا عرفته من يوتيوب ومن المسجز اللي بتجيلي في فيسبوك، عرفت ان في كميه ناس موهوبه وكميه ناس عندها افكار وكميه ناس عندها طاقه انها تعمل حاجه ما تتوصفش، وعارفين حاجات اكتر مليون مره من اللي انا عارفها ومن اي حد من المشاهير نفسهم عارفينها في كل المجالات. فالطريقه اللي انا هتكلم عليها دي اسمها انفلونسر ماركتنج. طبعا انا عارف ان انا ما بحبش كلمه انفلونسر، بس كلمه انفلونسر ماركتنج هي دي فكره الفيديو ده، ان انت بتشوف حد من المشاهير ممكن يساعدك توصل الموهبه بتاعتك. فهقول لك كام فكره بسيطه وسهله تعملها على اساس ان انت تعرف توصل للناس دي. اول حاجه، موهبتك لازم تكون واضحه، او فكرتك اللي انت عايز توصلها تكون واضحه. انا بغني وبمثل وبعرف ارقص بريك دانس وبعرف اكتب شعر، ف دي يعني فاهم قصدي، لازم تركز وتحط مجهودك كله في موهبه واحده عشان تعرف تبيعها. يعني انت بتشوف طبعا ممثلين كتير جدا اصلهم مغني، كان مغني وبعد ما بقى مشهور وصوته حلو قوي الناس بتسمعه، بيطلع يعمل افلام او تمثيليات وحشه جدا وبيمثل فيها وحش، بس عشان ركز في الغنى ووصل بيه ابتدى يستغله في ان هو ايه، يخش في حاجات تانية، او الناس المنتجين بيستغلوه عشان هو اصلا ليه جمهور فبيمثل عشان يحرك لهم افلامهم وتمثيلياتهم، مصلحة ليهم، وهو كمان كسبان ان هو بيجرب التمثيل اللي هو الموهبة التانية بتاعته. بس في موهبة اولى، هتلاقي في واحدة من الحاجات انت كويس فيها قوي اكتر من التانية، فممكن هي دي اللي نركز فيها. خلي عندك مواهب كتير فرعية، بس عندك موهبة اساسية اللي احنا هنوصل بيها للمجد ان شاء الله. تاني حاجة، عايزك تجيب ورقة كده صغيرة لو سمحت، اعمل الموضوع ده ما تسمعش وتقفل الفيديو خلاص، حتى دوس بوز وقف واعمل الحركة دي. اكتب 10 بني ادمين على الاقل من اللي انت شايف ان موهبتك لو وصلناها لهم هيساعدوك ان انت توصلها للناس. 10 بني ادمين، ما تكتبش 2 وتبعت لهم او تحاول تكلمهم وما يردوش عليك، تقول بص النجوم الزفت اللي ما بيعملليش حاجه، او بص تقول الدنيا قفلت في وشي ازاي انا خلاص انتهيت، لان انت لازم تبقى فاهم ان في ناس مش هيردوا عليك على طول، مش مستنينك في اللحظه دي. واحد ما ردش التاني هيرد، 5 ما ردوش 5 تانيين في فرصه ان هم يردوا. تالت حاجه، فكر دايما في المصلحه المشتركه، ما تفكرش في موهبتك انا عندي موهبة عايز اوصلها عندي موهبة عايز اوصلها، لازم يبقى في حاجة مشتركة تبقى مصلحة ليك ومصلحة للشخص اللي انت عايز توصله. بس قبل ما اشرح النقطة دي عايز اقولك على حاجة مهمة، انت موهبة، انت هدية او جايزة، عندك هدية من ربنا، او ما كانتش موجودة وانت بنيتها وتعبت فيها لحد ما وصلت، او اهلك ساعدوك ان انت تعرف ازاي توصل الموهبة دي وتسقلها بشكل مظبوط. فما تشوفش نفسك قليل وانت بتبعت للناس دي، ما تشوفش نفسك ان انت اللي هو هم المشاهير هم المشاهير، لا، انت موهبة، فلازم تبقى شايف نفسك والتقل بتاعك ومركزك موهبتك دي، فعمرك ما تستقل بنفسك. نرجع بقى لنقطة المصلحة المشتركة، لازم قبل ما تفكر تقول لأي حد أي حاجة، لازم تفكر إن الشخص اللي قدامك ده زي ما أنت محتاجه، هو أكيد أنت بالنسبة له هتفيده حتى لو أنت صغير، بس هيعمل من وراك بيزنس أو مصلحة، مصلحة مش حاجة وحشة، بس هيستغلك زي ما أنت هتستغله، أنت محتاج شهرته ومحتاج إن هو يوصلك، فأنت لما توصل أكيد هو هيستفيد برضه. فقبل ما تكلم أي حد فكر إيه المصلحة المشتركة بالنسبة لك. لو فرضنا مثال، انت هتبعت لواحد راجل مذيع مثلا في التلفزيون مشهور، فانت عايز تطلع في البرنامج بتاعه، فبتبعت للشخص ده انت ساعدته ان هو يعمل محتوى عنك في البرنامج بتاعه في الاعداد بتاع البرنامج بتاعه، وانت موهبتك اتشهرت، فدي مصلحه مشتركه. انت بتكتب كويس، كاتب بتكتب شعر، ابعت لواحد مغني قول له انا فكرت في فكره اغنيه حاسس ان هي هتليق على المزيكا بتاعتك، وفعلا هتبقى فرصه حلوه قوي ان انت تغني الكلام بتاعي، هتبقى يعني حاجة توب. فانت اديت اغنية، ده لو سرقه وانت نزلت ان الكلام ده كان بتاعك وعملت سكرين شوت للمسج بتاعتك هتنزل فايرل وهتتشهر كده كده. ايه الجو الرخيص في التعامل ده، بس يعني ان شاء الله مش هنلجأ للحاجات دي. رابع حاجة، the power of social media، قوة السوشيال ميديا.
طبعا انتوا شايفين مش محتاج ان انا اشرح السوشيال ميديا بتعمل ايه وبتشهر الناس ازاي او بتوصلهم للفوق قوي او تنزلهم لتحت قوي. السوشيال ميديا ليها قوة مش معقولة، يوتيوب، انستجرام، فيسبوك، ساوند كلاود، كل الكلام ده بيساعد مساعدة رهيبة في ان انت توصل الحاجة بتاعتك. فعايزك تركز في حاجة مهمة جدا لو سمحت. انت دلوقتي مثلا موهبتك في الصوت او راجل بتلعب مزيكا، ما ينفعش ميبقاش عندك حساب في ساوند كلاود. انت راجل بتحب السفر وبتحب تصور مثلا مطاعم جديدة بتروحها وبتحب تصور كافيهات واغلبية الوقت برا مصر، فازاي ما عندكش مثلا صفحة على انستجرام؟ ولازم بقى، دي النقطة المهمة اللي انا عايز اقولها، ان انت لازم تفوكس، لازم تركز. ما ينفعش ان انت تبقى مثلا انت عامل صفحه عشان الغنى، الاقيك حاطط في الصفحه كلها المفروض انت اللي بتغني، حاطط اغاني لعمرو دياب وحاطط اغاني لمحمد منير وحاطط اغاني لمحمد فؤاد وادعيه وحاجه كده صباح الخير للجميع مش عارف ايه، اللي هو ايه ده، ايه اللي انا مش عارف الصفحه دي بتاعتي، انا هخش عليك ليه؟ الناس هتخش عندك تعمل شير من صفحتك عشان تشهرك ازاي؟ ايه اللي انت بتقدمه في صفحتك؟ زي ما قلنا مليون مره من يوم واحد فلوج 1 يوتيوب، الصفحه بتاعتك ايا كانت اني صفحه، انهي واحده من الانستجرام يوتيوب فيسبوك ايا كان، كلهم زي المحل بتاعك، بيتك، واجهتك. الصفحه دي بتعمل ايه؟ وظيفتها ايه؟ ايه الخدمه اللي بتقدمها؟ فلو سمحت ركز في الصفحه بتاعتك، نظفها كويس، امسح الحاجات اللي ملهاش اي لازمه، ارجع في الحاجات القديمه، امسح الحاجات اللي ملهاش لازمه اللي هو عشان مبوظه شكل الصفحه، عشان لما تيجي تبعت لاي حد من الناس دي تعرف تقول مثلا ودي صفحتي عشان بس يبسط، او لو بصيت عليها ما تبعتلوش مثلا اغنيه واحده، لا يخش عندك يبص مثلا لقيت بغني 3 4 اغاني، تبعت له صفحه انستغرام، تبعت لفندق مثلا صفحه انستغرام عشان توري له انت ازاي لما بتخش المكان بتصور صور حلوه للمكان، تعرف توري له صفحه انستغرام بتاعتك. هي دي وظيفه الصفحه، ما تضيعش قوه السوشيال ميديا. واخر حاجه، وانا اسف ان لو فيها شويه حمل زياده عليكم، حاولوا تركزوا لو انت هتغني اختار ميكروفون نظيف، اصرف عليه سنه، معلش حوشهم عشان الصفحه بتاعتك لما تتعمل لما حد يسمعها ما يسمعش يروح قافل البتاع على طول في ثانيه، خليه يحس ان انت بتغني في استوديو وانت قاعد جوه اوضتك تحت البطانيه بتاعتك قاعد بتسجل نفسك، وهو الصوت وصل له زي الفل، وفي نفس الوقت يسمعك هو كمان وهو مبسوط ويعرف يقرر صوتك حلو ولا لا. هتصور صور حلوه، اجر كاميرا، خش فيها انت واصحابك، شوف حد من اللي انت بتحبهم، شوف في الصفحات بتاعه التصوير دي، خش اعمل علاقه مع حد من الناس اللي في الجروبس بتاعه التصوير والكلام ده كله، عايز يشتري كاميرا ومش عارف، وتخش فيها مع بعض وتصوروا مع بعض، وخش على الحاجات اللي بتبيع الحاجات المستعمله، يعني هتلاقي ناس عندها حاجات بالهبل. انا خلاص كده يا جماعه، شكرا ان انتوا اتفرجتوا، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب على الحاجات اللي موجوده تحت دي عشان يجيلكوا اخبار عن اي حاجه جديده بعملها في حياتي او عن الفيديوهات. بس كده ان شاء الله تبقوا اشهر من اشهر مشهور في مصر في العالم. سلام.